حياكم الله، أسأل الله تعالى تكون صحة وعافية. لا تنسوا زكاة الفطر. أنا خرجت الآن بإذن الله تعالى من أجل أني أخرج زكاة الفطر حبوب، فالأفضل والأولى أن تخرج من طعام البلد، يعني المغرب قمح دقيق، فهمت كيف؟ الأفضل هذا اتباعا للسنة، وإذا أردت أن تتعاون مع الناس بالمال، يعني تكرمهم في العيد، توسع عليهم بالمال، فذاك يعني زيادة فضل وخير، لكن الأولى اتباع السنة. خلاص أنا أروح إن شاء الله. الأولى اتباع السنة بإذن الله جل وعلا في مسألة إخراج الزكاة بفضل الله تعالى من طعام البلد حبوب. فما تنساوش حتى ما يشغلكمش الشيطان، لأنها مهمة جدا بفضل الله تعالى. هذا تذكير فقط، لأننا غندخل الحرم إن شاء الله تعالى، واليوم 29 كان نهار 27، يعني زحمة، وليس الإنسان يخرج من الحرم إلا بعد التهجد بإذن الله تعالى، يعني بعد التهجد، يعني قبيل ما ينتهي في الحرم إلا قبيل أذان الفجر ربما بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، يعني الإنسان يدخل الحرم أن لا يخرج بإذن الله تعالى. فأنا خارج إن شاء الله الآن، جئت من أجل أنني أعطي يعني أخرج زكاة الفطر، فأنا أذكر إخواني وأخواتي بزكاة الفطر. إياكم أن تنسوا اليوم بإذن الله أو صباح العيد. بعض الناس كينسوا والشيطان كيغفلهم وكينسيهم، حتى كيولي كيسمع الأذان أو كيمشي يشري المصلى حتى كيلقى الصلاة، يعني كيمشي للمصلى فكيولي كيدرك الصلاة. فلهذا احتياطا حاول أنك تخرجها، احتياطا حاول، نعم احتياطا حاول أنك تخرجها اليوم بإذن الله تعالى، اليوم 29 بإذن الله عز وجل. حاول أنك تخرجها من باب الاحتياط حتى ما يغلبك الشيطان. وحتى مسألة يجوز إخراجها قبل العيد بيوم بإذن الله تعالى، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا أنا أوصي الإخوة بإذن الله عز وجل جميعا أنهم ما ينسوش أمر إخراج زكاة الفطر بإذن الله تعالى. سأل الله تعالى تكون مطرة لنا ولكم من اللغو والرفث، وأن يكون صيامنا مقبول وقيامنا مقبول، مغفرة للذنوب واستجابة للدعوات، إنه ولي ذلك القدر عليه. هذه الرسالة بلغوها وكتبوا الآن، من الآن حاولوا تذكروا بعضياتكم في كل منشورات، بعضكم أجر تذكير بزكاة الفطر بإذن الله. ذكروا بعضكم بعضا بزكاة الفطر، إنسان يخرجها بفضل الله تعالى على نفسه وعلى أهله وعلى أبنائه وعلى كل من هو ينفق عليهم بفضل الله جل وعلا. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. الآن إن شاء الله سنرجع بإذن مباشرة، بإذن سنذهب مباشرة بإذن الله تعالى إلى الحرم بإذن الله تعالى، لأنك لم تخرجش دابا، إحنا بعد الظهر، يعني خصنا ندخلوا دابا إن شاء الله عز وجل. إلا ما دخلناش الطرقان غيتحبسوا، تولي صعوبة، وحتى توجد المكان داخل الحرم تبقى فيه بإذن الله تعالى. فدعواتكم معنا ودعواتنا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.